اخوك راه مشى مع شي رهوط هنايا في القهوه على اليسار ديال البيار. سيري قلبي عليه راه غادي يخرجوا عليه. نحش لك ركاب ياك شتا اخر يوم كي غنمشي للحبشي غنمشي للروضه. تخدم عندي زربينه ولكن ما تقولهاش لحامد. ما كنتش فاهم السي جلال سمح لي كنتش عارف. رفيق السي عمر راك في كازا درتي شي مسابقه ثاني؟ من بعد نعاود لك دابا محتاجك تعاونيني. انا ما عنديش واش نعاونك ولا شي تجبد الماس البارود. هاد الدليل باش تفتو خوها الحبس. انا غادي نتكلم معاه. مال عمر هو اللي ضربني بالموس. عرفك مزيان شنو كدير يا جلال. عمر فين هو؟ ما عارف اش كتهضري. عمر هنا ما شفتوش. جلال هو اللي مور هادشي. شوف صيفطنا خوك غير يهضر مع اش نقولو لا يضرب لا يقتل. تكلف بهم الشفنا نعيط للبوليس. ما خصناش نتعاملو خايبين مع بيع وشرايا جداد في الدرب. كيسحاب لك خلعتيني بهذاك الخروط ولا صيفطت ديك المرة. كبرتي يا با اشرف. قال لك شنو يطري صاحب الشاف. قال كتقول عليه ارهابي. الا قدرتي تشوفي المشكل فين كاين ريبي كاع داكشي اللي بنيتي ما تضيعيش الوقت في الهضره. بديتي تبني من جديد قبل ما تخسري حتى داكشي اللي جاي. ما تضيعيش الوقت في الشكاوي وتبكي على داكشي اللي داز. بالعكس تفني كلشي من موراك وكملي طريقك. إلا بغيتي تحبي عقلي قلبك. إلا قدرتي تكوني قوية وتبقاي حنينة. إلا قدرتي تجاهلي الكره ديال الناس بلا ما تكرهيهم وبلا ما تنساي تدافعي على راسك وتقاومي. سي فاروق بغيتي تهضر معايا؟ الحزب ديالنا تراجع. بغيت نستغل اليوم العالمي للمرأة باش نهزو به شي شوية. كيفاش بغيتي تستغل؟ عيطوا للصحافة ديروا شي ندوة الورد داكشي ديال العيالات. المهم هو بصح نتميزو هاد النهار. المهم هو بصح تكون عندنا شي فكرة واضحة على شنو بغينا المرأة تحقق في بلادها. المهم بصح حنا كحزب شنو ممكن نديرو لهاد المرأة باش نعاونوها تحقق داكشي اللي بغات ماشي غير نستغلوها باش نديرو حملة إشارية للحزب. لا ما عجبكش الحال؟ لا ما عجبنيش. حنا انتي نية. لا سي فاروق أنا ماشي نية. ما تقلقيش راه لاباس اللي باقيين الناس بحالك. مالو كان فقدنا الأمل في التغيير على أساس أن التغيير غير نية كنويوه. التغيير السي فاروق إلا ما خدمناش ودمرنا عليه ما كنوصلوش ليه. أنا بالنسبة ليا نهار بحال هذا خصنا نستغلوه للخدمة ديال بصح للتغيير ديال بصح ماشي لشي حاجة أخرى. إوا لالا ورينا حمد يديك. أنا بالنسبة ليا اليوم العالمي للمرأة غير اعتراف صغير في حقها ماشي نهار واحد اللي غادي يغير الوضعية ديالها. حتى الحزب نهار واحد ماشي هو اللي غيغير الوضعية ديالو.
انا ما فهمتش كيفاش بنادم يقدر يستغل النهار بحال هذا على ود المصلحه ديال الحزب. انت علاش مقلقه؟ راه اليوم العالمي للمراه، كيفاش يستغلوا على ود الحزب؟ الحزب ماشي ديالو بوحدو، الحزب ديالنا كاملين وكاملين كنخدموا على ود المصلحه ديال الحزب، ولكن ماشي لهاد الدرجه. حيت حنايا ماشي ماريونيت يدير بينا اللي بغاو يجي يفرض علينا التخربيق ديالو كما بغاو فوق ما بغا. ماشي اي حاجه طاحت له في الراس غادي يجي وغيفرضها علينا. لا حيت بصح ما يمكنش بنادم يجي وطيح له شي فكره في راسو ويجي يفرضها عليك بحال هكا. انا بعدا هذه اخر مره غنسمح له يدير معايا هادشي حيت عييت. الحزب حتى انا كنفكر فيه وحتى انا كنفكر في المصلحه ديالو وضحيت بزاف د الحوايج على ود الحزب. مضحيه بحياتي الشخصيه، مضحيه بالناس اللي دايرين بيا كاملين واللي عزاز عليا على ود المصلحه ديال الحزب. راه كاين بزاف. صعيبة خصك تكبر باش تولي راجل وتولي صحيح. فطر. أنا راه ما كنتش بحال هكا جلال. فاش كنت قد كان راه كبرت في الزنقة. أنا وخالتي ماماك. لا صحاب لا أحباب لا فلوس. باش نولي راجل خصني نعيش ونعيش أختي معايا ونحامي عليها. عمرك ما تنسى الاصل ديالكم منين جيتي باش تعرف راسك فين غادي. انا كافحت باش وصلت لهاد الشيء هذا. دابا انا هو المسؤول، كلشي كيخاف مني. غنقول لك علاش. حيت اللي كيعرف يحكم ديما كيلقى اللي يسمع ليه. والحياه فيها الشر وفيها الخير. فهمتي يا جلال؟ اه خالي. هادشي اللي بغيت انايا. الحياه صراع. يا يغلبوني يا نغلبهم. وما تنساش العائلة ديالتك هي الأولى. سي جلال، جلال الصحيح لقينا عمر كان مخبي في الدرب الآخر. جلس في الدار. علاش تشغل راسك بهذاك عمر؟ هيك ممكن يجيك والو. اسمح لي سيدي، ما بقى عندنا ما نديرو ليه. الدم ديالو تسمم كله، وحتى الدواء خدا معطل. الغلط ديالكم هزي. حنا اللي بجهدنا درناه. ما يمكنش نديرو أكثر. خصك تعتق فيا ولدي. غير تهدى الله يخليك. خصكم تعتقوا لي ولدي. تهدى تهدى. خلي إيمانك بالله قوي. كرهتش نديرو شي حاجة جديدة هاد العام. نحتفلو بالمرأة ولكن بطريقة مختلفة. ما عندي حتى شي فكرة، داكشي علاش بغيت نجتمع معكم نتشاور معكم إلا عندكم شي فكرة أنا كنسمع. متفقة معاك أننا نديرو شي حاجة جديدة، ولكن ما فيها باس إلا فرقنا دي فلوغ على لي دام. شي حاجة هكا أونغوش مزيانة. ولكن الورد راه رمز الحزب المنافس، ما يمكنش لينا نستعملو في هاد الحالة. اوكي نقولوا بلانت، شي حاجه كدل على النمو. انا كنقترح ابونمون في لاصال، فكره زوينه وكاع العيال تيبغيوها. شنو بان ليكم؟ لاصال تما فكره زوينه. تو سي فواياج اورغانيزي نو. سامي سامي اسمحوا لي، ما لقيتش مع ما نخليهم حيت المره اللي كتقابلهم مريضه. حمزة علاء جابوا التليفونات. سير خلص لها. أسي حمزة سير دخل معها يا سلام. جلال حنان كنفرح ملي كنشوفك. كيديري واحد لبنى؟ انا جايه كنسول على عمر فين خبيتيه. المره اللي فاتت برزتيني وقلتي لي فين هو، قلت لك ما عرفتش فين كاين، وحتى دابا ما عرفتوش فين كاين. ما
كنجيش نبرصدك. غير عارفه كاع المصايب ديال هاد الدرب انت اللي موراها، داكشي علاش كنجي عندك. جلال الغول، كون ما انا كون هاد الدرب مشاخله، عرفتي علاش؟ ما بغيتش نعرف. لا خصك تعرف، حيت ما دايرين شغلكم، غادي نخلي الهضره والزواق الخاوي. قاد خوك عمر فاش كان محتاجك فين كنتي انتيا؟ دابا عاد جاي تسولي عليه، وباش عرفتيه بلي هو باغي يشوفك؟ ماشي شغلك بصح بيني وبين خويا، ماشي شغلك. ولا بغيت ندير خدمتي ديال بصح خصني نمشي نجيب لك البوليس. البوليس كيقلبوا عليه حيت متهم بمحاولة القتل. زعيمة مع راسك. واخا هكاك انا غنقلب على خوك، ملي لقاه غنتفاهم معاه. اش بغيتي عندو؟ بصح قولي شنو بغيتي عندو حتى نعيت. عطا التقار، عطانا التقار كاملين. بغيتي شي عديان تنقلب عليهم بلاصة أخرى. شاهدوك عديان كشتات ودايرين بيك، علاش نابك؟ على عينيك مزيان. سي جلال، باش عرفتيني هنايا؟ باش عرفتك هنا؟ شنو شي درتي؟ سي جلال ماشي انا، راه هو. شوف الحاله اللي وصلتي ليها. تنهضر معاك ونجمع حوايج. شمن حوايج عندك؟ زيد قدامي. شويه فيك الجوع، سيمانه ما كليتش. جبتيها في راسك عمر؟ مالاش درت راه هما اللي. اش مال راسك؟ كون راجل. دابا اش غيوقع ليا؟ انا غنعاونك، غنغبرك. كيفاش تغبرني؟ غنبدل لك الهويه ديالك، غنبدل لك السميه والكنيه والمدينه فين ساكن، غتولي جديد، تعود ما يبقى عارفك. امال انت؟ ما خصكش تسوق الخبار، إلا بغيتيني نعاونك. كيفاش دابا بحال مت؟ انت فهمتي. أنا راه تنفكر في اختي حنان. مال حنان؟ شوف أنا عارفكم مشاركين أنت وفارق. ما سوقكش.
أنا المعني تحت ضدها نتسري دوش الفانيل اللي كتشربي ديال الراس راسي كيضرني حتى عنتر كان كيشربو تبلع به هذا ماشي بحال ديال عنتر ما تخافي والو معش بك داك فاروق ياك ترك واحد العفريت انتيا دير بحال شي رئيس ديال شي عصابه ما حملتوش شمسي شنو شنو غنديرو عم دنتك معايا الحزب خصني نوجد شي حاجه على اليوم العالمي للمراه وقيلا عندك غير انت تبغي تهضر بوحدك غادي نمشيو نخرجوا وتاخدي ليا كلاس وتفكري على خاطرك وما تلقايش حاجه زوينه واخا لالا وبارك عليك من داك الفحنيت نضي بسح وشك نضي حنان صافا؟ حنان سناء كيفاش لاباس؟ لاباس الحمد لله مزيان ملي لقيتك ما غاديش نبقى نجي للحزب مرة أخرى علاش؟ أنت راكي عارفة الظروف وراجلي خرج من الخدمة والوقت اللي كنبغي نرتاح فيه خاص نخرج فيه الدراري يلعبوا إوا إلا خرج من الخدمة راه خصو يعاونك ماشي عادي يجلسك في الدار كيعاوني ولكن انا ما قدرتش بغيت نكون مناضله ونبقى في الحزب بحالك ولكن ما قدرتش سنة انا بخسرت لهذا الشيء صبرت بزاف د الحوايج وضحيت بزاف د الحوايج الا بغيتي بصح توصلي خصك تصبري عرفتي شنو تقولوا عليك راجلها مشى عليها عندهم السحر بصح مشى عييت حنان عرفتي الامنيه ديالي شنو هي بغيت غير شي شويه ديال الوقت حكيم باغي نخرج هضرت معاك يا عمر حكيم راه قنات بغيت نخرج
جلال قال جلس هي جلس. مالكم باغيين ديروا لي الحبس؟ الحبس هو الا خرجتي على برا. واش كنت تقتل السيد وباغي تخرج؟ فين غتخرج؟ اش دير؟ اسمح لي يا حكي. عفاك توعتي يا شمس الله. بغيت نضربو؟ لا بغيت نضربو. يلا هاشي خدي هادوك لي كاتوش. يلا يا ضربي. يلا بلا ما تضيعي الوقت في الهضره، بداي تبني من جديد قبل ما تخسري حتى داكشي اللي جاي. علاش شاده؟ ضيعيش الوقت في الشكاوي وتبكي على داكشي اللي داز، بالعكس تفني كلشي موراك وكملي طريقك. الا عرفتي تكوني طيبه، الا عرفتي تكوني مرزنه وبعقلك، الا قدرتي تكوني مخلقه ومربيه وقدرتي ما تعطيش الموعظه والدروس، الا عرفتي تنوضي من بعد كل طيحة، عرفي تبقاي مهدنا فيهم بجوج وكل مرة، إلا قدرتي تبقاي شجاعة في الوقت اللي كل شي كيستسلم أو لك يهرب، غتقدري تكوني مرة رابحة، غتقدري تكوني مرة واصلة، غتقدري تكوني مرة فرحانة، غادي تكوني مرة حققات كاع داكشي اللي بغات بالطريقه اللي بغات، يعني غادي تكوني مراه. نتوما حرات ومن حقكم تختاروا اللي بغيتوا. تكوني مراه ماشي عقوبه، وتكون راجل ماشي هي احسن من المراه. بغيتكم تحلموا، وكثر من هادشي بغيتكم تحققوا الحلم ديالكم، تكونوا اللي بغيتوا، طيارات، ربات بيوت، مهندسات، طيابات، كونوا اللي بغيتوا اللي تمنيتوا. ما من حقناش نحكموا عليكم، بالعكس غنوقفوا معكم، غنعاونوكم، حيت نتوما وحده من الركائز ديال المجتمع. حنا اليوم فهمنا انكم محتاجين للتطبيق، محتاجين للتفعيل، حيت الا بقينا غير في الشعارات وفي الاقوال بوحدهم ما درنا والو وما استفدنا والو. وحنا بغينا نديرو كلشي على ودكم. الحريه والمواطنه، بغينا نعاونكم باش تكونوا حرات، وبغينا نعاونكم باش تكونوا مواطنات فعالات، يعني تستافدوا من الحريه ديالكم وتحافظوا على روح المواطنه اللي فيكم بلا ما تيأسوا، حيت نتوما عيالات. داكشي علاش الحزب ديالنا قرر ابتداء من الشهر الجاي كخطوه اولى يفتح في جميع الفروع ديالو
حضانات باش تمكنكم نتوما نساء الحزب تستافدوا من وقتكم، تقدروا تديروا خدمتكم، تزاولوا نشاطكم السياسي في ظروف مزيانة، ومنها نخلقوا فرص عمل جداد. هذا هو الكادو. الفكرة ديالك كانت مزيانة. شكرا، غير هاد المرة مش الفكرة ديالي، الفكرة ديال واحد المناضلة معنا في الحزب. ماشي مهم، اللي مهم هو الشعبية ديالك طلعت، داك الديسكور ديالك دار لو بوز، وحتى الحزب غادي يدير لو بوز معاك 100%. مزيان. حنان عندي ليك شي خبر خايب. عمر شدوه هو هربان، غالبا غيدوز الحبس، ولكن ما تخافيش غادي نتكلف بحال المره الاخرى. لا كيفاش لا؟ بغيتو يتحمل المسؤوليه ديالو. انت خوك يدخل الحبس؟ الا درا علاش يدخل؟ خطر عليك. ماشي مشكل، المهم عندي هو القيم والمبادئ ديال الحزب، ولا خديت شي قرار من غير هذا غادي نقصهم. قدرت تحملي لي كونسيكونس؟